السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى الفيديو ديالي يوصلكم في احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ماما هنيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفه جديده، ونتمنى تجربوها ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غدا نحضر معكم اللحم اللي محمر في الكوكوط بلا ما بلا حتى شي حاجه ان شاء الله، وتيجي واحد اللحم اللي رائع، وتيجي معلق، وتيجي محمر، وتيجي لذيذ. نتمنى تجربوه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم الطريقه ديالي ان شاء الله اللي غادي نشارك معاكم. واللي باقي متابوناش القناه ديالي مرحبا بيه، تابونا وفعل زر الاشتراك باش يوصلوا كل جديد. وتنبغي نشكر الاخوان والاخوات على الدعم ديالهم المتواصل لقناه ماما هنيه، وعلى التشجيع ديالكم لقناه ماما هنيه، وعلى التعاليق الزوينه اللي تتخليو ليا. شكرا لكم بزاف، وتحيه للجميع، ومرحبا بالمتتبعين الجداد والقدام، مرحبا بالجميع، وتنشكر الجميع. وندوزوا على بركه الله المقادير اللي غادي نحتاجو في هذا اللحم محمر في الكوكوط والطريقه ديال التحضير. وبالنسبه للطريقه، غادي ناخذ انا هنايا باني ولا شي بحال هكا، شي جبانيه ولا شي حاجه غادي ندير فيها هذا اللحم ان شاء الله. من بعد ما غسلته مزيان وتسقطر غادي نديرو بحال هكا، وغادي ندير عليه الملح. المهم الملح راه تتبقى على حسب الذوق. وغادي ندير الكمون بحال هكا، جهد معلقه صغيره ديال الكمون تكون ما عامرهاش. سمحوا لي كان حدايا صداع بزاف وانا تنقطع. مهم راه كيف ما شفتوا معايا درت اللحم هنا ودرت الملح. مهم الملح راه تتبقى على حسب الذوق، ودرت معلقه صغيره ما عامرهاش ديال الكمون. ودابا غادي ندير التحميره ولا بابريكا بالنسبه للدول الاخرى، وغدا ندير البزار. البزار حتى هو غادي ندير معلقه صغيره ما عامرهاش، تيبقى داكشي بالنسبه للتوابل راه تتبقى على حسب الذوق. وبالنسبه للخرقوم عرق ولا الكركم مطحون، غادي ندير غير بحال هكا على راس معلقه، غير شويه ما غاداش نكثر. وغادي ندير هنا واحد جهد ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي ندير الزعتر نخلطو معاه، وغادي نعاود ثاني نكمل معاكم. المهم غادي ندخل هاد العطريه مزيان بحال هكا في اللحم. ودابا من بعد ما دخلت هذيك العطريه كامله في اللحم كيف ما شفتوا معايا، غدا ندوز هنا ناخذ كوكوط، غدا نفرش فيها البصله اللي قطعتها بحال هكا. انا درت هنايا جوج بصلات صغار اللي متوسطين، نتوما الا كانت عندكم البصله كبيره ديروا غير وحده. بغيتوا ديك لاصوص تكون كثيره قويوا البصله. المهم غدا نستفها بحال هكا في الكوكوط، وغدا نستف هذا اللحم على هذا الشكل. المهم هذا راه من اللحم ديال العيد، كان باقي عندي في المجمد في الفريغو، وبغيت نطيبه وقلت نشارك معكم الطريقه ان شاء الله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وغدا ندير هذا اللي بقى ليا من الزعتر، نعاود نرشو فوق منه. الزعتر راه زوين تيعطي واحد اللذه للحم مبخر واللحم محمر، وبحال هكا اللحم اللي تيكون محمر في الكوكو. تنعتذر الا سمعتوا حدايا شي صداع ولا شي حاجه، راني تنقطع الصوت، ولكن مع ذلك حدايا الصداع بزاف. وغادي نقطع واحد ثلاثه ديال الدروس ديال الثومه غير صغار، غادي نقطعهم بحال هكا على هذا الشكل يعطونا تما واحد البنه. ودابا من بعد ما استفت اللحم والبصله درتها لتحت كيف ما شفتوا معايا، غادا
نسد الكوكو وغادي نديرو فوق البوطه ونخلي عليه العافيه شويه بحال هكا متوسطه حتى تبدا تصفر ليا الكوكوط. غير تبدا تصفر التصفيره الاولى غادي نقص عليه البوطه وغادي نخليه على عافيه مهيله 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 بزاف ونخليه يطيب. مهم بحال هكاك شي ساعه عاد فاش غادي نحل عليه. وملي غادي نحل عليه راه البصله راه تطلق الماء واللحم حتى هو غادي يطلق الماء. هذيك الساعه الا بغينا الا كان باقي ما طابش غادي نزيدوه في الطياب، ولا لقيناه طاب غادي نخليوه يتحمر شويه في هذيك البصله ونحيدوه ونخليو هذيك البصيله تحمر. المهم هانتوما معايا حتى يطيب اللحم ان شاء الله ونرجع معاكم. واللحم من بعد ما طاب تيجي هكا على هذا الشكل. انا خدا ليا ساعه ونص اللي خدا ليا. كيف ما تتعرفوا اللحم ديال الغلمي راه كاين على حساب واش كبير واش صغير واش هذا، وانا على حساب الوالده على حساب السنان ديولها تنبغي نطيب اللحم مزيان. حليت عليه الكوكوط ولقيتو طاب ولكن زدتو واحد نص ساعه. هانتو كيف ما تتشوفوا معايا راه طاب مزيان وبقى فيه هاد شويه ديال المرقه. دابا غادي نحيد اللحم. هنا كاين جوج حالات، بغيتي تخليو اللحم غير بحال هكا، بغيتو تحيدوه وديروه فشي لاطا ودخلوه الفران يتحمر شويه. انا على حساب الوالده كيف ما قلت لكم على قبل السنان ديالها ما غاداش ندخلو الفران باش ما ينشفش ليا شويه، غادا نخليه غير بحال هكا. ولكن غادا نحيدو من الكوكوط وغادا نخلي هاد المريقه هاد البصله وهاد المريقه حتى تشرب ليا مزيان وتعسل، ورجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. نتمنى ينال الاعجاب ديالو. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف ما تشوفوا معايا اللحم راه جا محمر واخا ما دخلناش الفران راه هو محمر. وهذيك البصيله اللي بقات خليتها شربات وتعسلات راه حطيتها بحال هكا هنا في الجناب. ضروري تنبغيو نغمسو ضروري، راه نتوما عارفين المغاربه ضروري تيبغيو التغماس.
ورافقته بسلاده ديال الخضره اللي درتها انا على هذا الشكل. درت غير شي فوق شي اللحم بوحدو، ما تيقدر حتى شي واحد ياكل اللحم بوحدو، ضروري من الخضره معاه. سلقت بطاطا وخيزو وسلقت اللوبيا ودرتهم بحال هكا شي فوق شي، ودرت مطيشه قطعتها على هذا الشكل والبصله والخيار، ودرت الزيتون مقطع، ودرت ليهم شويه ديال لاصوص بالزيت والبزار والملحه والخل وشويه ديال لاموطار. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنساونيش من اللايكات اللي تتشجعوني بهم كيف ديما. والى اللقاء، مع السلامه، حتى الفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى